انا شايف في الفيديو دوت هحاول اوضح لكم الامبلس والرياكشن تربين. طيب المفروض ان الامبلس والرياكشن تربين دول انتوا درستوهم قبل كده، بس مش عارف انتوا كلكم ناسيينه بشكل غير عادي. طيب نبص كده على الامبلس والرياكشن تربين، ايه الفرق ما بينهم؟ مبدئيا الامبلس والرياكشن تربين، اللي انواع التربينز عندك يا اما امبلس، نكتب بس على جنب كده عشان تبقوا فاهمين، التربين عندك يا اما امبلس يا اما رياكشن. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الرياكشن بالنسبه لك اول ما تسمع رياكشن يبقى ده اكيد، طالما رياكشن تربين يبقى انت عندك الموفينج بليد بتاعتك عباره عن نوزل، حتى الاستيشنري بليد مش بتوجه الفلو بس، لا دي نوزل هي كمان. طيب الامبلس بقى، لا اول ما تسمع امبلس يبقى انت عندك الموفينج بليد انت عارف انها ما هياش نوزل، دي هي فين بس بتستخدمها علشان تستفيد من الستيم. طيب بالنسبه بقى للستيشنري بليد، لا الستيشنري بليد بتاعتك ليها حالتين. لو اتكلمنا على، معلش المفروض دي على الستيشنري بليد بتاعتك، الستيشنري بليد هتبقى حاجة من اتنين، يا اما تبقى نوزل يا اما تبقى فين بس موجه. طيب لو هي نوزل دي بنسميها بريشر كومباوند امبلس تيرباين، تمام. طيب افرض بقى، لا انا ما عنديش نوزل، لا ده انا عندي فين بس بتوجه الفلو للستيج اللي بعدها، يبقى ده ساعتها بنسميه الفلوستي كومباوند امبلس تيرب. طيب احنا بقى بنستخدم على طول فلوستي كومباوند امبلس تيربن اول ما بنيجي نشتغل في اي تربين في الهاي بريشر، خصوصا بتلاقي اول مرحله او مرحلتين بيبقوا عندك فلوستي كومباوند امبلس تربين. طب ايه السبب في كده؟ السبب في كده هو مشكله الاكسيال ثراست. طيب نشوف الاول الامبلس والرياكشن البريشر دروب بيحصل فيهم ايه الاول قبل ما نتكلم على الحكايه دي. طيب بالنسبه للامبلس تربين عندك، الفلو بتاع الستيم اللي داخل عندك بيعدي في الاول على كونفرجنت دايفرجنت نوزل. ليه؟ لان الكونفرجنت دايفرجنت نوزل دي هتعرف تخلي لك السرعه عاليه قوي، ممكن تعدي السونيك سبيد، وفي نفس الوقت هتقلل الضغط قوي من اول مرحله وتستفيد بعد كده بسرعه عاليه قوي. طيب يبقى هو عند في الامبلس اول حاجه اللي هي النوزل ديت بيقلل الضغط جدا، اللي بالبرتقاني ده عندك ولا بني ده بالنسبه للبريشر. طيب يعني البريشر عندك كان داخل عالي قوي نقص لغايه هنا مره على مره واحده، تمام. طيب يبقى عندك هنا دلتا بي كبير. طب دلتا بي كبيره دي معناها ايه؟ ان البريشر اللي موجود هنا اللي هو بيقابل اول موفينج بليد عندك يعتبر قليل، تمام. بس في مقابل كده طبعا انت لما نقصت البريشر جامد الفلوستي اللي هي بالاخضر دي عليت معاك جامد جدا. طيب لو بصينا بقى على الرياكشن تيرباين، لا الرياكشن تيرباين هو اول صف نزل عمل بنفس الطريقه، زود لي الفلوستي وقلل لي البريشر. بس في الرياكشن تيرباين عندك المرحلة الأولانية دي بتقلل البريشر بقيمة قليلة أوي، يعني لو بصيت كان الدخول هنا الخروج بتاعك كان هنا بس، الدلتا بي بتاعتك تبقى نسبيا صغير. طب معنى الكلام ده إيه؟ إن البريشر عند أول مرحلة من الموفينج بليد اللي متركب عليها الشافت البريشر بتاعك عالي، تمام. طب ما هو البريشر طالما عالي في الأريا هيعمل لك فرص كبيرة اللي هي الأكسيال ثراست اللي بنتكلم عليها من الأول. عشان كده اول مرحله بنعملها في الهاي بريشر تربين بتبقى امبلس، لان الامبلس الاكسيال ثرست فيها او الاكسيال فورس عندي بتبقى قليل. طيب وحتى هو لو بصينا على اللي موجود قدامنا في المقارنه ديت جايبها من على النت، بيقول لك الامبلس بليدنج والرياكشن بليدنج، في الادفانتجز بتاعت الامبلس قال لك انها ليس اكسيال فورس، والديس ادفانتج بتاعت الرياكشن بليدنج قال لك انها سترونج اكسيال فورس، تمام. يبقى احنا عشان كده
بنبدأ أول مرحلة عندنا بالإمبلس، وبعد كده بنكمل الباقي كله رياكشن، لأن خلاص الضغط عندنا خفضناه جامد من أول مرحلة في الإمبلس. بعد كده مش فارق معايا لو أنا استخدمت رياكشن، مش هتعمل لي أكسيال ثراست عالي. طيب نشوف برضو الفيديو ده يوضح لنا الموضوع شوية. Impulse turbine, reaction turbine. Let us focus on the working of an impulse turbine. Observe the diagram. Here, the impulse turbine is made up of casing, nozzle, and runner with blades. Working of a nozzle. Nozzle regulates the steam flow and guides the steam to flow at appropriate velocity. اهو لو ركزت هنا هتلاقي النوزل اللي مرسومه في الفيديو كونفرجنت دايفرجنت، لان هو بيحاول ان السرعه تكون عاليه قوي، لان هو بيقلل البريشر جامد قوي في الامبلس تيرباين. As the high pressurized steam comes out through the fixed nozzle, the pressure energy of steam is completely converted into the kinetic energy. Here, the velocity of the steam is very high. The steam flowing through the nozzle is called as jet. This high velocity jet is deflected on the blades mounted on the runner. Where steam molecules apply the force on the surface of turbine blades. Due to this, turbine runner and shaft starts rotating. This shaft is also connected with the generator. Therefore, generator rotates and the electricity is produced. Let us study the working of this turbine in detail. The diagram shows the principle behind the working of impulse turbine. طيب لو ركزتوا هنا في الصوره اللي واضحه قدامكم، هتلاقي ان البريشر عندك كان عالي قوي، وخرج من اول مرحله من النزل قليل جدا، وبعد كده تقريبا بقى ثابت، بنعتبره ان هو كونستانت. هو المفروض ان بيحصل له بريشر دروب قليل قوي نتيجه الفريكشن، لكن بنهمله. اما بالنسبه للفلوس لو بصيت عليها اللي هي بالازرق، هتلاقيها انها عليت جدا وبعد كده هتبدا تقل معاك. This turbine steam pressure remains constant while flowing through the moving blades. The velocity of the steam is very high while flowing through the nozzle and it decreases while flowing through the moving blades. Now let us focus on the working of reaction turbine. In this turbine, the nozzles are attached with the guide wheel. These nozzles convert some part of the pressure energy into kinetic energy. The steam flowing through the nozzle is called as jet. This jet is passed through the moving blades with pressure and kinetic energy. The steam molecules exert the force on the blades and this causes the turbine runner and shaft to rotate. This shaft is also connected with the generator. Therefore, generator rotates and the electricity is produced. In reaction turbine, the steam expansion. لو بصيت بقى هنا عندك في الرياكشن تربين، هتلاقي اول حاجه اللي بالازرق اللي هي الفيكسد بليد، بعد كده احمر موفينج بليد، بعد كده ازرق فيكسد بليد، بعد كده احمر موفينج بليد، وهكذا. ما بين كل اتنين موفينج بليد هتلاقي واحده فيكسد، تمام. طيب لو جيت بقى تركز هنا، هتلاقي ان النوزل بتاعتك في حاله الرياكشن بتقلل بريشر بقيمه قليله جدا، لان انت اصلا على كل مرحله بعد كده بتعدي عليها بيحصل بريشر دروب، على عكس الامبلس اللي كانت لسه باينه في الفيديو اللي فات، تمام. يبقى احنا عندنا البريشر اللي بيقابل اول موفينج بليد في حاله الرياكشن بيبقى عالي قوي. طب طالما بقى عالي قوي، يبقى هيعمل لي اكسيال فورس عالي، وده اللي احنا مش عايزينه. Occurs continuously while passing through the blades. Thus, the steam pressure falls gradually. Whereas in impulse turbine, pressure of the steam is constant while flowing through the blades. In reaction turbine, the velocity of the steam decreases while flowing through the moving blades.
advantages of this. تمام، اظن كده الموضوع بقى بسيط جدا ومش محتاج بقى حد يسأل تاني فيه، لان انتوا سألتوا فيه كمية اسئلة محسسين الموضوع صعب جدا، لكن انتوا المفروض ان انتوا واخدينه يعني.